بطولة داربي الإمارات هيبة مسافة 2200 متر. ينطلق هذا الشوط، الشوط الثالث متابعينا الكرام بهذه الصورة التي نشاهدها لغاية الآن بقيادة ميسور المرشح الأبرز، ولكن لدينا تقدم من جانب أباهي ابن الكسب مع أرسين تورتينيل وأنطونيو فريزو لسيد خالد خليفة النابودة، وأيضا من خلف مباشرة إفراج بشعر صاحب السمو رئيس الدولة جيرالد فرانش، وأيضا لدينا كذلك الترياق بشعار اسطبلات العجمان مع عبد الله الحمادي، وبعد انسحاب الجازي هناك تهاني موجودة لغاية الآن بنت منجز مع تاغوشي، وبالتالي ماكرة كذلك بشعار سيد خالد خليفة النابودة، وعياش بشعار راشد بورسلي. كل هذه الأسماء متواجدة في هذا الحضور الكبير، ولكن الكبير يحضر هنا، ميسور يحضر هنا بالفعل. ميسور مع من؟ مع دريد فريز، مع ابن بيرنينغ ساند، بإشراف سعيد البادي، بشعار الخيالة السلطانية العمانية. ميسور الذي لم يعرف طعم الخسارة، ميسور الذي ما زال في طريق الانتصارات لغاية الآن. وبالتالي تأتي المباغتة من أباهي، هناك المبهر كذلك ابن بيجيزي، وبالتالي المبهر بشرف إبراهيم الحضرمي وبشعار الخيالة السلطانية العمانية مع باتريك دوبس في وسط الجياد. ولكن لدينا التقدم الآن، ميسور يتقدم مبكرا، ميسور يتقدم بهذه الصورة، ميسور بالفعل يتقدم ويقدم نفسه أيضا أمام الجميع أمام المنصات الرئيسية. ميسور هنا بالفعل الفايف ستار، ميسور الفايف ستار. إذا كنت تملك ميسور فلا تحتار، شعار الخيالة السلطانية العمانية، ميسور المدوي، ميسور بشعار جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ميسور هنا يمر بهذا العبور الكبير، بهذا العبور المهيب. نعم ميسور مرة أخرى للانتصارات عنوان، وللمغامرات أبطال، ولهذا السباق ميسور ممثل الخيالة السلطانية.